السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يتعامل المصمم مع الحريف؟ قاعدة أولى، الحريف ليس صديق، بمعنى أنك إذا تعاملت مع حريف جاءك من أجل مشروع لا تتعامل مع الحريف كما تتعامل مع الصديق أو كما تتعامل مع أحد معارفك. قد يكون الحريف صديق، هذا موجود، وقد تطور علاقة مع الحريف إلى علاقة صديق، ولكن العلاقة مع الحريف والمصمم بين هذين الطرفين، يعني المصمم والحريف، واجب أنها تكون علاقة احتراف. علاقة احتراف يعني تكون علاقة منظمة مضبوطة وواضحة، خاصة واضحة، أنك تكون واضح في فهمك للحريف، تطلبات الحريف، انتظاراته وتصوراته، تضع إطار العمل واضح، لأن الكثير يجد صعوبة مع الحريف، والكثير يسرق، والكثير كذلك يجد نفسه في موقف حرج مع الحريف. بعضهم قد يقول، يعني بعض المصممين في بدايات يكون عنده خوف أنه مثلا يضيع حريف أنه أو ما يعمل، وهذا الخوف يعني موجود، مع أنه الرزق على الله عز وجل، فتكون في تسرع في بعض الأحيان في الموافقة على بعض الحرفاء، وهذا يوقع المصمم في بعض المسائل، منها زهد العمل، يعني السعر يكون متدني، وفي بعض الأحيان المصمم يتغاضى على بعض الأمور، وقد يتقبل المصمم في بعض الأحيان الأمور ما يجب يعملها، ما لازم يعملها، ولذلك يقع بعض المصممين في أنهم يعملوا أعمال أو يقبلوا مشاريع أو أعمال ما يقدروش أنهم يعملوها، وهذا فيه خطر على 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 حياة المصمم مهنيا، نتكلم لأنه إذا تكلم فيه يعني الحريف وأصبح يقول هذا المصمم غير جيد وهذا غير جيد، فإن المصمم هو الخاسر الآن. ولذلك المصمم عليه أنه يعرف يختار العمل ويعرف يختار الحريف، لأنه الحريف أنواع، منهم النوع اللي يفهم وعنده دراية بالتصميم وعارف شنو يحب، فما حرفاء ما يعرفوش شنو يحبوا، ما عندهمش، فقط يريد شيء ولكن ما يعرفش كيفاش يوصله، ما يعرفش كيف يوصله. فالمصمم هنا يأتي دور المصمم هو فهم الحريف، لأنه الأفكار في رأس الحريف مشوشة، المصمم يفهم هذه الأفكار ويرتبها حسب ترتيبات، يعني تخلي عمل العمل المصمم سهل وتخلي العلاقة مع الحريف سهل. في بعض الأحيان كذلك الحريف يعتقد أنه مثلا لما يطلب لوجو مثلا، وكأنه يعني اللوجو باش يحسن من صورة الشركة بتاعه يعني مثلا، وهذا خطأ، ولذلك المصمم في بعض الأحيان لازم يفهم الحريف بعض أبجديات اللوجو والبراندينج وغير هذا، تعطيه درس. كذلك الصبر مع الحريف، لأنه الحريف خاصة الحريف اللي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، بمعنى جهل مركب، بمعنى أنه ما عندوش فكرة هو شنو يحب بالضبط، ويعتقد أنه يفهم، وفي تعامله مع المصمم يكون تعامل يعني من الفوق، أنه ينظر المصمم من الفوق، فهذا الأولى أنك تتعامل معه بوثائق، يعني حتى إذا كان صححت معه يعني عقد، هذا يكون أفضل حتى تضبطه. وهذا يعني هني نصائح يعني تجي تقول في شبه دردشة مع بعض نحن المصممين، يعني صراحة حسب خبرتي يعني، فالأفضل يعني أنك تكون معاملة الحريف تكون جدي مع الحريف مهما كان مستوى الحريف، سواء كان يدفع كثير أو قليل، خلي تعاملك يكون محترف مع الحريف ويكون واضح، وتكون خاصة أنت تعطي قيمة لعملك، يعني أعطي قيمة لعملك، يعني أنت إذا كان قدمت عملك، المستوى اللي تقدم به العمل متاعك هو نفس المستوى اللي بيش يحطك فيه الذي سيضعك فيه الحريف، فكل ما أنت أعطيت قيمة لعملك أعطاك الحريف قيمة. إن شاء الله الفيديو القادم إن شاء الله نتكلم على هذا وأكثر إن شاء الله بأكثر دقة، وإنما نحكي على بروسس يعني تصميم شعار، وأريكم إن شاء الله كيف تكون الأمور، وكيف كان الكلام على حد من الحريف، وكيف كان كيف تعطيه سعر، كيف تقيم السعر، مش أعطيكم السعر بالضبط، كيف تقيم السعر، وكيف تقدم العمل متاعك، وكيف يكون مختلف المراحل إن شاء الله. شاركوا في القناة واضبوا على متابعة القناة، انشروا إن شاء الله القناة حتى يصل يعني المعلومات لغير المصممين، شاركوا إن شاء الله وتابعوا القناة، ما تنساوش الزر لايك،
والاشتراك في قناة في قنواتي وفي حساباتي الشخصية تويتر فيسبوك ولينكدين وانستغرام. الآن نخليكم إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. كان معكم مروان، سلام.